بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم في رابع محاضرة من محاضرات التبريد والتكييف. في البداية كنا استمتعت معاكم الثلاث محاضرات اللي فاتوا، استمتعت بالأسئلة اللي كنا بناخدها آخر المحاضرة، استفدت بالأسئلة اللي كانت بتجيلي على الشات الخاص وكنا بنجاوب عليها، ولما كنت بلاقي أسئلة مهمة جدا كنت بحاول أنا أدي مثلا اظبطت عليها واحاول احطها من ضمن الشرايح اللي انا هشتغل عليها. طبعا الاسئله كانت ممتازه، اشكركم عليها. من الواضح ان الجروب فيه ناس كويسين، الناس شغاله، ناس عارفه هي بتعمل ايه، ناس عارفه هي عايزه ايه، ودي حاجه كويسه جدا بنستمتع فيها احنا مع بعض. الثلاث محاضرات اللي فاتوا بما فيهم المحاضره ديت يعتبر دي اخر محاضره في المستوى الاول اللي احنا اتفقنا عليه. المستوى الاول بنتكلم في اساسيات، في بيزك. هنبتدي ان شاء الله في المستوى الثاني، نخش في مستوى اعلى من كده، وهتبقى بدايته الشغل اللي احنا هنعمله النهارده. الشغل اللي احنا هنعتبره هنعمله النهارده هو البدايه بتاعتنا للفتره اللي جايه، لان هنوضح فيها انظمه التكييف المختلفه اللي هنبتدي بقى من خلالها ناخد جزء جزء. نبتدي نشتغل بقى شويه كنترول، ناخد دائره الميه، دخل شيلر ووتر، شيلر اير، نشوف الفرق بين النظام ده والنظام ده، وامتى النظام ده بياخد كومبروسر نوعه ايه وقدرات قد ايه. هنبتدي بقى نوضح الصوره الفتره اللي جايه ان شاء الله. ابتدينا صح اللي احنا بندي بيزك، ندي اساسيات، ندي شغل مبتدئ، نبدا نفتح بيه الصوره الكامله اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله. النهارده المحاضره تتكلم على الاير كونديشننج سيستم، انظمه تكييف الهواء. ايه اللي هنشتغل فيه النهارده؟ ده المحتوى بتاعنا اللي هنشتغل فيه ان شاء الله. هنشتغل على مقدمه وهتحتوي على التعريف تكييف الهواء، هشتغل تصنيف، هصنف تكييف الهواء، مجالات استخدام تكييف الهواء، مكونات وخواص الهواء الجوي. بعد كده هننتقل للنقطه الثانيه وهي المهمه بالنسبه لي في الشغل بتاع النهارده، وهي types of air conditioning system اللي هي انظمه التكييف المختلفة. هشتغل على الدي اكس وهشتغل على شيلد ووتر سيستم. النظام ده فيه تحتيه أنظمة كتير، والشيلد ووتر سيستم تحتيه نظامين. هنبتدي بقى نشوف الأنظمة ديت ونشوف قدرات كل نظام ونفرق ونوضح الصورة أكتر. النقطة رقم ثلاثة اللي هتنقل عليها اللي هي المكونات الأساسية لدوائر التبريد والتكييف، واحنا طبيعي احنا اشتغلنا في الحاجات ده قبل كده، بس هنزود شوية معلومات. فكرة نظرية التبخير اللي بيعتمد عليها عملية التبريد والتكييف. هاخد شوية التحويلات المستخدمة في التبريد والتكييف والمصطلحات المستخدمة في التبريد والتكييف. طبعا انا هسيب لكم الملف ده، هحوله لكم PDF. المصطلحات ده هتبقى معاك اللي هي شائعة الاستخدام، المفروض الفني او المهندس بيبقى على دراية بيها. طبعا مش كل المصطلحات، بعض المصطلحات حطيناها. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نخش على النقطة الأولانية وهي مقدمة عن التكييف، اللي عرف فيها تكييف الهواء وهصنف فيها أنظمة التكييف ومجالات الاستخدام ومكونات وخواص الهواء الجوي. في البداية كنا قبل ما أخش على تكييف الهواء كنا إحنا استخدمنا اللقب أو لفظ التبريد، والنهاردة نشتغل على تكييف. حد يقدر يعرفني الفرق بين التبريد والتكييف؟ نسمح بقى للناس اللي هتتكلم عشان ايه، يعني ايه نظبط المحاضرة شوية كده يبقى في استجابة معايا. لو جيت حبيت لنا اعرف يعني ايه تبريد، عشان النهاردة انا هعرف يعني ايه تكييف. السيد اتفضل. اتفضل حبيبي. تحت المايك. اتفضل. انا سامعك. ايوه اتفضل. هو التبريد ظبط درجة الحرارة فقط، أما تكييف الهواء هو ظبط درجة الحرارة والرطوبة وحركة الهواء والتنقية كمان، يعني بيبقى فيه تنقية، بيبقى فيه اير فلتريشن. تمام، حد تاني عنده إجابة؟ تمام، الله ينور. إحنا بنتكلم في أساسياته يا جماعة، إحنا بنتكلم في حاجات بطيئة. هو ممكن اقول لحضرتك يعني الريفريجريشن ممكن بنستخدم فيه
جزء السنسبل والليتنت هيت في ان احنا بنعمل ممكن نعمل تجميد وننزل تحت الصفر عشان خاطر المنتجات او كده للاريا اللي انا بعمل ليها ايه ستورج او حاجه زي كده. اما التكييف فانا بعدل في درجه الحراره والرطوبه عشان تناسب درجه الحراره للبشر او الاستخدامات. ممكن اعمل تكييفات لاماكن صناعيه برضو بس في الغالب ما بتنزلش ايه تحت الصفر يعني تحت اجابه ممتازه. تمام صح تمام. حد عنده اعتراض؟ حد عايز يزود معلومات يا جماعه؟ التبريد باشمهندس ادهم اتفضل افتح المايك. باشمهندس خالد اتفضل. باشمهندس محمود اتفضل. ايوه اتكلم ولا استاذ؟ قول يا حبيبي اتفضل اتفضل. تمام السلام عليكم. هو زي الاخ زي ما قال كده التكييف اللي احنا ممكن نقعد في غرفه درجه الايديال تمبريتشر 18-21 اور اف ات از وارمر از جوينت تو بي 20-24 اللي هي اللي يرتاح فيها الانسان يعني اللي يرتاح فيها الانسان. وانس اف يو ونت تبريد ات كان بي ماينس ات ديبنس اوز زي الفاكسين بتاع فايزر ات كان بي ماينس 70 تمام. على حسب البرودكشن بس كده. شكرا شكرا يا دكتور. شكرا تمام حبيبي تمام. التبريد يبقى احنا بنقلل درجه الحراره اقل من الجو المحيط وممكن انزل بيها تحت الصفر على حسب ان انا ممكن اعمل فريز لمنتج معين. اما بالنسبه للتبريد انا اسف لحظه. اما بالنسبه لتعريف تكييف الهواء انا بعمل عمليه معالجه للهواء وبتحكم فيه دوت ليه؟ عشان حتى اتمكن للاشخاص الشعور بالراحه داخل المكان. طب انا بتحكم في ايه؟ انا بتحكم في اربع حاجات. انا بتحكم في درجه حراره الهواء، بتحكم في الرطوبه، بتحكم في سرعه الهواء، وبتحكم في نقاوه الهواء. ده كله عشان اطلع جو يقدر الانسان اللي قاعد يحس بالراحه. طب ممكن نتكلم بعد كده انظمه تكييف الهواء. انظمه تكييف الهواء انا خليهم نظامين، نظام تكييف للراحه لراحة الإنسان طبعا، وأنظمة تكييف عملية. إيه بقى الفرق؟ إيه أنظمة تكييف عملية؟ ناخد أول حاجة تكييف الراحة. طبعا دوت يعني أنا عامله للإنسان أحسه بالراحة، قاعد في البيت، قاعد في مطعم، قاعد في سوبر ماركت، في مركز تجاري، في قطاع تعليمي، في مستشفى، في مواصلات، المهم عندي الإيه؟ البني آدم، أنا عايز أحسسه بالراحة في المكان ده. بعد كده عندي أنظمة تكييف عملية، أنا عامل الكلام دوت ليه؟ أولا لشغل عملي للصناعة، بعد كده راحة الإنسان. طب يعني إيه؟ في بعض الصناعات بتحتاج درجة حرارة ورطوبة معينة زي صناعة الأقمشة وصناعات الإلكترونية وصناعة الأدوية، بتحتاج تحكم في درجة الحرارة وجودة الهواء ونقاوة الهواء. عندي بعد كده بتكلم عن مجالات استخدام تكييف الهواء. بستخدمه للإنسان، بستخدمه في الصناعة، بستخدمه في التجارة، بستخدمه في الزراعة، بستخدمه في الطب. للإنسان زي ما احنا ما قلنا بعمل جو مناسب للمكان، سواء في مكان مبنى أو وسائل نقل أو في أي مكان موجود في الإنسان، سوبر ماركت، أي حاجة. طب تكييف الهواء التجاري، هو في حاجة اسمها تكييف هواء تجاري؟ اللي بيعمل سوبر ماركت أو اللي بيعمل مول أو هايبر محتاج أول حاجة يفكر فيها اللي هو يظبط درجة الحرارة داخل المكان. ليه؟ لأن أنا عايز أحسس الكلاينت بدرجة حرارة كويس. انت لما تيجي تشتري حاجة انا مش عايز اقعدك 5 دقايق ولا 10 دقايق، لا انا عايز اقعدك بالساعة والساعتين، خش وقعد ساعة وساعتين وثلاثة. طب انا مستفاد ايه؟ مستفاد من طول ما هو قاعد عمال يشتري. دي تجاريا صح. ثالث نقطة تكييف الهواء الصناعي. زي ما قلنا في بعض الصناعات بتحتاج لدرجة حرارة ورطوبة معينة اقدر بيها اطلع منتج كويس زي صناعة الغزل والنسيج والطباعة والحاسبات، لازم اوفر فيها درجة حرارة ورطوبة معين. تكييف الهواء الزراعي، حتى الزراعي فيه تكييف هواء. في دلوقتي بتتعمل ابحاث، والكلام ده بقاله كام سنه بتعمل ابحاث وماجستير ودكتوراه على النقطه ديت، اللي انا استخدم الكلام ده في الزراعه، اللي انا اوفر جو ودرجه حراره ورطوبه لحاجه زراعيه اطلع لي محصول، وطلعت تطلع محصول اكتر واوفر وهيلس اكتر، صحي اكتر بكتير. والكلام دوت ان شاء الله الفتره الجايه هتلاقي فيه كلام كتير فيه. اخر نقطه اللي هي تكييف الهواء الطبي، لما ادخل عيان داخل المستشفى، انا راجل داخل تعبان وعلى اخره، لازم يعني مش هموته ده جوه المستشفى، احسسه حتى بالراحه، جو درجه حراره ورطوبه، كلام يعني طبيعي.
دخل غرفه العمليات لازم تكييف هواء ولازم فريش اير 100%. مكونات الهواء الجوي زي ما احنا عارفين كلنا، الهواء الجوي بيحتوي على اكسجين بنسب ونيتروجين وثاني اكسيد الكربون وبخار ميه. طب خواص الهواء الجوي عندي في درجه حراره الجافه اللي هي بيتقال عليها دراي بالب تمبريتشر، وهي الرمز بتاعها تي دي بي جاي من دراي بالب تمبريتشر، وتعرف درجه الحراره اللي هي تقاس بالترمومتر الجاف. درجه الحراره المبتله اللي هي ويت بالب تمبريتشر اللي هي تقاس بالترمومتر المبتل، وهي بتبقى تي دبليو بي. درجه حراره الندى اللي هي دراي بوينت تمبريتشر اللي هي درجه الحراره اللي هي بتكثف عندها بخار الميه الموجود في الهواء الجوي، وبترمز لها بالتي دي بي. خلي بالك في تي دي بي وتي دي بي، في بي خفيفه وبي تقيله، في اللي هي البوينت وفي اللي هي البالب. البالب اللي هي درجه الحراره الجافه، اما هنا نقطه الندى اللي هي بوينت. في بعد كده عندي بقى نسبه الرطوبه، الرطوبه المئويه ونسبه الرطوبه او الرطوبه النوعيه، عندي الانسالبي وعندي الحجم النووي والوحدات والرموز موجوده قدامك. بعد كده انا عايز اعرف في حاجه اسمها هواء جاف وفي هواء رطب، ودي مهمه جدا، وفي هواء مشبع. الهواء الجاف اللي هو هواء خالي من اي بخار ميه، اما الهواء الرطب والهواء المشبع ببتدي الاثنين بيهم هو خليط بين الهواء الجاف وبخار الميه. بس لما بتكلم على هواء رطب له القدره على حمل كميه بخار ميه اخرى، اما الهواء المشبع لا، هو خليط ايضا من الهواء الجاف وبخار ميه ولكن لا يمكن حمل اي كميه بخار ايه اخرى. عندي الخواص والرموز. عندي اللي هي دراي بوينت تمبريتشر، اللي هي ديو بوينت تمبريتشر، صح، ديو بوينت تمبريتشر. الخواص والرموز اللي هي درجه الحراره الجافه والرطب. الحاجات دي هتنفعنا في ايه لما نيجي نشتغل، لو جينا في يوم ان شاء الله واشتغلنا على الخريطه السيكرومتريه، الكلام ده كله هينفعنا لو انا عارف درجه الحراره الجافه والرمز بتاعها والوحده بتاعتها وهكذا لحد الانسان. عندي تاني نقطة هنتكلم فيها أنواع نظم التكييف. طبعا يعني المحاضرة هنعمل سبوت كامل على النقطة دي، اللي هو ده كل الشغل بتاعنا النهاردة. أنظمة التكييف بقسمها لحاجتين، دايركت اكسبانشن اللي هو الدي اكس، والشيلد ووتر سيستم. ده نظام وده نظام، وده نظام تحتيه نظم كتير، وده نفس الكلام تحتيه نظم كتير. نيجي بقى ايه نوضح الصوره شويه. الدي اكس، همسك الدي اكس الاول هقسمه لحاجتين، باكج وسبليت. همسك الباكج هقسمه لحاجتين، عندي الويندو وعندي السنترال اللي هو المركزي، بيتقسم برضو الاثنين، في حاجه اسمها روف توب يونت، في حاجه اسمها فيرتيكال يونت. لما اجي امسك السبليت على طول، انت عارف السبليت اللي هو المين سبليت، في حاجه اسمها مين سبليت، في حاجه ثانيه اسمها سنترال اللي هو نظام الفي ار في. طبعا نظام الفي ار في لينا ان شاء الله محاضره فيه، كتب لنا عمر ان شاء الله، نظام ممتاز في شغل كتير قوي. احنا النهارده بنوضح الصور كلها اللي قدامنا، يعني لما اجي اتكلم على انظمه التكييف المختلفه، انا عندي دي اكس وشيلد ووتر سيستم، ده الدي اكس تحتيه حاجات كتير، الدي اكس تحتيه باكج وسبليت، الباكج تحتيه اتنين، السبليت تحتيه اتنين. طب الشيلد ووتر سيستم بيتقسم لحاجتين، في اير كولد تشيلر ووتر كولد تشيلر، ده نظام وده نظام. لما نيجي نتكلم، لما نيجي نتكلم على ال اتش اف سي سيستم، الو صوت واضح كده يا جماعه؟ تمام يا هندسه. هو تمام. احنا اتكلمنا ده تي اكس والشيلد ووتر سيستم، تمام، دي النظم كلها اللي هي موجوده.
طب انا عايز بقى اخد اختلاف ايه الفرق بين الدي اكس والشيلد ووتر سيستم. نبص مع بعض كده. اول حاجه تكلفه الانشاء بالنسبه للدي اكس اقل من الشيلد ووتر سيستم، ولكن تكلفه انشاء الشيلد ووتر سيستم اعلى. نيجي بعد كده تكلفه التشغيل. تكلفه التشغيل الدي اكس اكبر من الشيلد ووتر سيستم. نيجي تالت نقطه الصيانه. صيانه الدي اكس طبعا اقل واخف واسهل من الشيلد ووتر سيستم. الشيلد ووتر سيستم معقده شويه او محتاجه ناس اكتر فهما من الدي اكس. ده طبعا لو جينا نتكلم على احمال كبيره الشيلد ووتر سيستم بيستخدم في الاحمال اللي اكبر اللي ما يقدرش عليها الدي اكس. نيجي بقى احنا اتكلمنا على نظم كتير، تعالى نمسك كده حاجه حاجه. نبتدي كده بالدي اكس ونمسك فيه الباكج. الباكج احنا قلنا فيه منه نوعين، اول نوع هناخده اللي هو الويندو تايب اللي هو تكييف الشباك. كلنا طبعا عارفين تكييف الشباك، عندي الوحده الداخليه والوحده الخارجيه الاثنين موجودين مع بعض في حته واحده. تكييف الشباك ده كان طبعا اولد، نظام قديم خالص كنا ابتدى بيه الشغل في نظام التكييف، ولكن دلوقتي يعتبر اتمنع خالص. ليه؟ اللي هو بيحتاج فتحه في الحيطه زي فتحه الشباك، عشان كده اسمه ويندو تايب. الفتحه دي طبعا بتبقى مقاس تقريبا عندك 80 في 50 في 60، المهم مقاس بتفتحه في الحيطه زي فتحه الايه؟ الشباك. دي اولا اللي انا بفتح فتحه كبيره، ثانيا الضوضاء، انت قاعد والكمبريسور قدامك، هو في الناحيه الثانيه بس تسمعه، الصوت التكييف بيبقى عالي. يبقى عندي الضوضاء بتاعته بتبقى عاليه. طبعا احماله او بيستخدم تغطيه احمال طبعا اقل حاجه. عندي الكباسيتي بتاعته بتوصل ل 12000 بي تي يو، 18000 بي تي يو، 24000 بي تي يو. طبعا ال 12000 بي تي يو ده اللي هو المعروف عندنا اللي هو بيستخدم كومبريسور 1.5، ال 18000 بي تي يو اللي هو بيستخدم كومبريسور 2.25، ال 24000 بي تي يو اللي هو بيستخدم كومبريسور. ها يا جماعه حد عارف؟ انا عايز اسمع صوت يا جماعه، النقطه دي محتاج اسمع فيها. لو سمحت السؤال تاني يا هندسه. حاضر. انا بقول لك دلوقتي التكييف الويندو تايب بيشتغل مع كباستي 12000 بي تي يو، 18000 بي تي يو، 24000 بي تي يو. تمام؟ ال 12000 بي تي يو ده اللي هو بيستخدم معاه كومبريسور 1.5. تمام يا جماعه؟ ال 18000 بي تي يو اللي هو 2.25. ال 24000 بي تي يو اللي هو الكمبريسور بتاعه كام؟ 3. الواحد غلطان بيبقى 8 بي تي يو. 3 يا هندسه. 3 حصان. 3 3 صح، 3 حصان. خلي بالك احنا في لفظ احنا بنقوله غلط، احنا بنقول التكييف دوت 1.5 حصان او 2.25 حصان او 3 حصان، وده طبعا انا كفني انا بقوله على اساس ده كومبريسور، اما كحمل تبريدي ده غلط طبعا. السعه الحراريه غير سعه الكمبريسور، غير السعه الكهربائيه. اللي هو الحصان ده اللي انا بقيسه بالحصان دي القدره الكهربائيه بتاعه الكمبريسور، اما انا دلوقتي كراجل مهندس انا بحتاج القدره الحراريه، فعشان كده انا بتعامل بايه؟ بالبي تي يو او بالكيلو وات او بالطن تبريدي. لما بتكلم بحصان يبقى انا بتكلم دلوقتي على قدره كهربائيه، اللي هي قدره اللي هنا الكمبريسور اللي هو اكتر حاجه بيسحب ايه؟ بيسحب فيها كهرباء. معايا يا جماعه؟ اللي فاتح مايك معلش إيه، لو في حد فاتح مايك نقفله عشان في صوت. نخلي المايك فاتح المايك ساعه السؤال. حد عنده سؤال في الموضوع ده يبعت لي على الشات. الموضوع ده مهم جدا، كتير فيه بيسال فيه وكتير فيه بيتلخبط فيه. التكييف ده لما بقول لك 1.5 حصان، لا اما انا بتكلم 12000 بي تي يو انا بتكلم على وحده حراريه، لا اما الكمبريسور بتاعه 1.5 حصان. لا اما بتكلم بقى بطن تبريد اقول 1.5 2 طن تبريد، وده ايه الصح؟ لا اما بالبي تي يو لا اما بالطن تبريد. نكمل. احنا دلوقتي اتكلمنا في الدي اكس، خدنا الباكج وقلنا الباكج ده نوعين، الويندو تايب اللي هو النظام البسيط خالص اللي احنا عارفينه،
وعندي نظام تاني اللي هو السنتر اللي هو المركزي. دوت عندي منه الروف توب يونت، ومني عنده الفيرتيكال باكج يونت. ايه بقى الوحدتين دول؟ طبعا انا هشرحهم. دي وحدتين معظمهم بيتركب فوق الروف، عشان كده انت عندك بيقول لك ايه روف توب يونت، ده بيتكلم وبيتحط على الروف طبعا عشان الحراره بتطلع منه والضوضاء، وده هنتكلم عليه. ده الاحمال بتاعته الكباسيتي بتاعته من 3 ل 130 تقريبا، ممكن تطلع حاجات اكتر واقل. عند الفيرتيكال دي وحدات من 5 ل 20 طن تبريد، دي شركه بس، وفي شركات تانية عملت من 5 ل 75 طن تبريد الفيرتيكال باكج يونت. معظم الفيرتيكال، الفرق بين الفيرتيكال والروف توب يونت، هنا عندي المكثف بتاعي بيبقى تبريد هواء اير كولد، عندي هنا المكثف بتاعي بيبقى ووتر كولد، بيبقى هنا في برج تبريد عشان ابرد كوندنسر. نيجي بقى نمسك واحد واحد. امسك الروف توب يونت، على فكره الروف توب يونت ده محتاج انا اعمل له فيديو لوحده، او هيبقى فيه شرح لوحده وفيه شغل حلو قوي. طب نيجي نمسك كده ناخد ملخص عنه. زي ما قلت النهارده انا هوضح لك الصوره كلها، هنجيب السيستمات كلها نبص عليها ونشوف ده ايه وده ايه وده ايه، وهنا الاحمال هنا كام وهنا كام، ندي صوره عامه اجمع لك الدنيا كلها. بعد كده نمسك بقى حاجه حاجه نقدر نتكلم فيها. نمسك الروف توب يونت، طبعا الوحده دي كل المكونات في مكان واحد، يعني واحده داخليه وواحده خارجيه، بنتكلم على كوندنسر على ايفوبريتور على فان على كل حاجه زي ما انت شايف هنا في مكان واحد. المهم باخد الهواء البارد من الايفوبريتور ادخله على دكت، ومرره في دكتات ادخله بقى في غرفه 2 في 3 في 4، وابدا اوزع على حسب الاحمال الموجوده، على اساسها اختار الوحده الروف توب يونت. طبعا نظام الدي اكس او النظام ده في الروف توب يونت من انظمه الدي اكس اللي هي بتستخدم فريش اير، بقدر اعمل خلط، بقدر اعمل خلط فريش اير مع الهواء الراجع وادخل على المكان او المكان اللي محتاج حمل. طبعا ده بيتحط في مكان واسع، بيتحط في مكان طبعا زي ما قلت لك فوق الروف. فوق الروف ليه؟ لان الوحده الكوندنسر عندي بيطلع حراره كبيره قوي، غير الضوضاء، ما ينفعش اجيب مكان مقفول واحط فيه الوحده ديت، صعب جدا. طبعا باخد الهواء زي ما قلت وبدخله في دكتات ومرره. الوحدات دي بتوصل الساعه بتاعتها ل 130 طن تبريد، بستخدمه هنا في المسارح في المطارات في الهولز. نيجي نمسك الوحده اللي بعدها، هنخش على السبليت. وقلنا السبليت حاجتين، لاما مين سبليت لاما سنترال اللي هو المركزي، اللي هو النظام اللي هو الفي ار في اللي هو فيه شغل حلو جدا. النظام ده هو نفس النظام ده، او ده جزء من ده، او ده اتعمل من ده. ازاي يعني؟ المين سبليت عباره عن وحدتين، واحده خارجيه وواحده داخليه. طبعا الوحده الخارجيه بتتحط بره الغرفه، الواحده الداخليه جوه الغرفه، وربط بينهم والربط بينهم عن طريق تيوب. واحد بيقول لي الصوره اختفت، لو الصوره موجوده حد يقول لي اوكي. تمام، ماشي. هو بقى ممكن يكون مشكله عنده فين. المهم عندي زي بقول لك المين سبليت، عندي الوحدتين، واحده خارجيه وواحده داخليه، وربط بينهم عن طريق تيوب، خط الراجع وخط السير. طب يا جماعه تمام، حلو كويس جدا. طب انا افرض انا عندي غرفتين او عندي ثلاثه، هضطر اجيب هنا جهاز تكييف، واحده داخليه واحده خارجيه، وهنا واحده داخليه واحده خارجيه، وهكذا في كل غرفه اعملها. لا، في نظام جديد اتعمل واتطبق في اماكن كتير، اللي هو نظام الفي ار في. بيبقى عندي واحده خارجيه واربط عليها اكتر من وحده داخليه، وطبعا بختار الوحده الخارجيه على حسب الحمل الموجود. يعني هنا الوحده دي كم طن تبريد، وهنا دي كام واحده، وهنا كام طن، وهنا كام طن، اجمع وعلى هذا الاساس بجيب واحده الخارجيه. بقول انا والله انا محتاج مثلا 50 طن تبريد، محتاج 100 طن تبريد، اجيبها واوصل عليها
الوحدات دي. واحنا دلوقتي ان شاء الله هناخد الوحدات دي واحده واحده، اقول لك دي ساعتها موجوده لحد كام ودي لحد كام. نظام الفي ار في ونظام الفي ار اف هو نظام واحد، اختلاف المسمى. الفي ار في دي اول شركه عملته كانت شركه اسمها شركه دايكر، وهي واخده حق الانتفاع بالاسم في ار في اللي هي شركه دايكر. بعد كده الشركات الثانيه دخلت وعملت الموديل ده مش هينفع تسميه في ار في، فسميته في ار اف، فاريبل فيبريشن لا فلو لا فوليوم. طبعا زي ما قلت لك الفي ار في انا هشتغل عليه وهنشرحه بالتفصيل. الفي ار في هو نفس النظام الفي ار اف. نكمل نخش بقى زي ما قلت لك كده، احنا قلنا وحده خارجيه ووحده داخليه. الوحده الداخليه دي ممكن تبقى الهاي وول. نرجع تاني كده، وحده الخارجيه اهي ممكن تبقى الوحده الداخليه هاي وول، ممكن تبقى كونسيل كاسيت، ممكن تبقى الوحده تركب على السقف او تحط على الارض او اللي هو الفلور ستاند. طب نيجي نمسك واحده واحده من دول مع الوحده الخارجيه. نبص كده ناخد اللي هي الهاي وول. ايه بقى دي؟ دي عندي هنا بقول لك يا عم ده الوحده الداخليه بيبقى فانه وايفابوريتور، الوحده الخارجيه بقى فيها كومبريسور كوندنسر الفانه والاكسبانشن فالف. طبعا ديت الضوضاء اللي طالعه منها اقل طبعا من الضوضاء اللي طالعه من الويندو. الويندو قلت لك ده صعب جدا. عندي طبعا عندي الكباس بتاعنا من 12000 بي تي يو ل 36000 بي تي يو. الشركات المصنعه ليه عندي كارير يورك وترين مش فلور ستاند. الواحده دي طبعا بتستخدم جماعه الصوت لو تمام، صوت وصوره تمام، صوت والصوره كده تمام يا باشمهندس. تمام هي مشكله في النت. تمام الفلور ستاندنج دي طبعا زي ما قلنا عند الوحده الداخليه دي بيبقى فيها الفان والايفابوريتور، اما بالنسبه للوحده الخارجيه فالكمبريسور والكوندنسر والفان والاكسبانشن فالف، وباخد تيوب منه وتيوب ارجع تاني للوحده الخارجيه. الوحده دي طبعا كتير منها بيشوفها في قاعات الافراح في الجوامع في الاماكن اللي هي الواسعه. خلي بالك ان الوحدات دي قدره المروحه اللي فيها بتقدر ارمي الهواء لمده او لمسافه 6 متر. طبعا دي قدره كبيره جدا ودي حاجه كويسه جدا. الوحدات دي بتوصل ل 80000 بي تي يو. قدره الحصان الموجود هنا بتوصل ل 10 حصان. طيب زي ما قلت بيستخدم في الاماكن اللي هي فيها اماكن واسعه او مكان واسع زي ما قلنا الجوامع وخلافه. نيجي بقى عندي الوحده دي كويسه جدا، كلنا شفناها لما بنيجي مثلا نخش في مكان نشتري منه حاجه او البوك شوب او الصيدليات، بتلاقي الوحده الداخليه بص فين، او في اماكن بتلاقي الوحده الداخليه لو انت مثلا بيت ولا الكلام ده بتحط اللي هو الفلور يونت. الوحدات دي بتوصل للساعه بتاعتها ل 3.5 طن تبريد او ما يعادل 40000 بي تي يو. طبعا التركيب احنا زي ما احنا ما قلنا في الفلور يونت الكمبريسور هنا والاكسبانشن فالف والكوندنسر هنا الايفابوريتور والفان نفس الكلام نفس التركيب. برضو هنا نيجي نتكلم على الكاسيت يونت، وحده ممتازه جدا وطبعا ستايل في المكان زي ما احنا شايفين. واقول لك هي افضل في حاجات هقول لك عليها دلوقتي. يتحط في الريسبشن فاست فود، اماكن اللي هي فيها طعام الهوتيل المطاعم، حلوه جدا ومميزه جدا في توزيع الهواء. الكلام ده ازاي بقى؟ خلي بالك بص كده معايا، في منها بيوزع الهواء في اتجاهين
في في ثلاث اتجاهات، في في اربع اتجاهات. طب دوت ميزه في حاجه؟ اه طبعا ميزه في حاجه. انا لو عندي طرقه مثلا متر ولا متر ونص، ومحتاج احط حاجه زي كده في السقف، هحتاج اوزع في اربع اتجاهات؟ لا طبعا، محتاج في الاتجاه الرايح واللي جاي اللي هو المكان الواسع، هضرب في الحيطه ليه؟ صح؟ يبقى ميزه في الثلاث اتجاهات. طب ده بيتحط فين ده؟ لو انا هحطه مثلا في مكان جنب الحيطه، مش محتاج ان انا اضرب هواء على الحيطه، محتاج مثلا يمين وشمال وقدام، فدي ميزه كويسه جدا. عندي هنا بيرمي في حتى في الاتجاه الواحد ده بيرمي هنا لاربع زوايا زي ما احنا شايفين كده، فكفاءته كويسه جدا، بتوصل ل 48 الكباس بتاعته 48000 بي تي يو. طبعا بيتعمل له هنا، بيتركب له هنا طلمبة بامب عشان اقدر اسحب بيها اللي هو المايه اللي هو الدرين اللي هو اللي انا اقدر اسحبها واطردها بره، دي المايه اللي هي جايه من التكثيف. نيجي بعد كده بقى للكونسيل، برضو جميل جدا. الكونسيل ده الساعه بتاعته الكباس بتاعته بتوصل ل 72000 بي تي يو، حلو جدا في المطاعم في الهوتيل في البنوك الكلام ده. فين شكله؟ لو انت دخلت في فندق في معظم الغرف هتلاقي الشكل ده، ده اللي هي الكونسيل، اللي هي الوحده المخفيه اللي انا مش شايفها، بتحط جريل عليها زي ما انت شايف كده، وبتبقى مكان جميل جدا، ويعني بتعمل شكل المكان. او ممكن احطها كده واعمل سقف معلق واسحب منها ضغط، وهنا عندي ديفيوزر لاما سكوير لاما راوند زي ما انت شايف بالشكل ده، ادي الوحده اهي واخد منه على ضغط وابدا اوزع منه زي ما احنا شايفين. وانا هعمل هنا الديفيوزر اللي هعمله هنا لما راوند، لو اما اعمله سكوير. زي ما قلت الكباسيتي بتاعته بتوصل ل 72000 بي تي يو. نيجي بعد كده خلاص خدنا السبليت وخدنا الوحدات الداخليه كلها، خدنا الفرق بينها والساعات اللي موجوده وشفنا اشكالها عامله ازاي. نيجي بعد كده السنترال، الكباسيتي بتاعته بتوصل ل 200 طن تبريد، وممكن اكتر من كده، ممكن استخدم واحده خارجيه، لا ده انا ممكن استخدم وحدتين، لا ده انا ممكن استخدم ثلاثه واربعه وخمسه، بناء على ايه؟ بناء على الاحمال الداخليه. بص والله انا هجيب عندي هنا فلور، هجيب منه مثلا وحدتين ثلاثه، ديت مثلا 3 طن، ده انا هجيب 3 وحدات يبقى 9 طن فلور. هاي وول هجيب مثلا منه 10، كل واحده 2 طن، اجمع هنا 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 وهستخدم كونسيلت. تمام؟ اجمع ده كله اقول والله ده انا محتاج وحده تجيب 200 طن تبريد. لا لا والله ده انا محتاج 400 طن تبريد، يبقى انا هجيب واحده 200 وواحده 200، والاثنين مع بعض على التوازي واخد منهم وادخل الغرفه. الكلام ده انا هعمل له شغل لوحده، وفي ان شاء الله بيبقى هنعمل محاضره على الكلام ده، على النظام ده الفي ار في او نظام الفي ار اف اللي هو النظام الشائع دلوقتي والناس كلها بتتجه ليه. خلاص يا جماعه؟ لا هو واحد بيقول لي انت مطالب بحفظ الكلام ده، لا انا بص بديك قيم عشان اقرب لك الموضوع من بعض، اعرفك الوحده دي اعلى ولا اقل، هي دي مكانها فين، يعني ما تجيش تقول الفرو ستاندنج وتقارنه بالهاي وول، لا ما ينفعش، دي وحده كبيره قوي بتشتغل ب 10 حصان، ودي بتشتغل بحصان ونص وثلاثه حصان واثنين وربع، انت فاهمني؟ ففي فرق كبير بين دي ودي، انا بعرفك بنوضح الصوره زي ما قلت كده كامله، بديك الصوره كامله، بعد كده انت عندك كتالوج اختار منه، انت فاهمني؟ طبعا احنا مش بنحفظ، احنا يا جماعه احنا هنا مع بعض، احنا بنفهم الدنيا كلها مع بعض. ولو في اسئله انا معاك، ولو في اي حاجه انا مش عارفها انا هجيبها لك، ما تقلقش من اي حاجه. نكمل مع بعض. نيجي بقى للوحش بقى بتاعنا شيلد ووتر سيستم. عندي الاير كولد وعندي الووتر كولد تشيلر. بص خليك معايا، الاير كولد والووتر كولد تشيلر، ايه الفرق بين ده وده؟ على فكره ده تبريد ميه وده تبريد ميه اهو، ما انا بقول لك ايه؟ شيلد ووتر سيستم، انا بقى تبريد بالمياه المثلجه. يا عم انت هنا بتقول لي اير كولد. يعني ايه اير كولد؟ يا عم انا بقول لك هنا المكثف. ده معناه عائد على الكوندنسر. الكوندنسر هنا ايه الكولد تشيلر. اما الكوندنسر هنا ووتر كولد تشيلر. يعني الفرق بين ده وده هو تبريد المكثف. المكثف انا برده هنا بالميه، هنا برده بايه؟ بالهواء. بس الدايرتين دول تبريد بالمياه المثلجه شيلد ووتر سيستم. طب مين اعلى في القدرات؟ طبعا ايه؟ الووتر كولد تشيلر.
ده 600 طن تبريدي وانت طالع، وانت طالع. اما الاير كولد من 200 طن لحد 600 طن تبريدي تقريبا. معايا يا جماعه؟ تقريبا. فاحنا خدنا الفرق بين الاير كولد شيلر ووتر كولد شيلر، الاثنين دول تحت مسمى ووتر او شيلد ووتر سيستم. لما تسمع اير كولد اعرف ده معناه كوندنسر، كوندنسر اير كولد، وهنا كوندنسر ووتر كولد. بكده اكون خلصت الانظمه اللي انا عايز اتكلم فيها. طبعا ده الكلام ده فيه كلام كتير، وده فيه كلام كتير، ده فيه محاضرات الكلام ده. فطبعا احنا عاملين الكلام ده في المستوى الثاني اللي احنا بقى نبدا نخش نمسك بقى ايه. مش هنتكلم بقى على التكييف الويندو والكلام ده، لا مش هنتكلم على الاساسات دي خالص بقى. نبدا نخش في الانظمه، نمسك نظام نظام ونقعد نتكلم فيه، ونقعد نجيب المشاكل على قد ما نقدر، نقعد نتكلم شويه كنترول، فاهمني؟ نتكلم شويه كنترول، نقعد نتكلم نمسك دايره الميه. هي فين دايره الميه دي؟ طب ايه الاجهزه اللي بتتحط عليها؟ نبدا نجيب الصوره ونقرب الصور للحاجات دي. وده كان النهارده المهم بالنسبه لي، الجزئيه دي اللي احنا هنفتح بيها مواضيع كتيره الفتره الجايه ان شاء الله. المكونات الاساسيه لدوائر التبريد والتكييف، طبعا احنا خدنا الكلام ده. المكونات الاساسيه طبعا انا بتكلم في دائره التبريد او دائره التكييف دلوقتي، هي نفسها مكونات دائره التكييف. دائره التبريد عندي كومبريسور كوندنسر اكسبانشن فالف، وعندي الايفابوريتور زي ما احنا شايفين. عندي الكومبريسور بيسحب مركب التبريد، بيرفع ضغطه ودرجه حرارته للكوندنسر، الكوندنسر بيطرد حراره فبيكثف مركب التبريد، بحوله من فيبر لليكويد، ادخل على الاكسبانشن فالف اللي بتعمل على خفض ضغط مركب تبريد من ضغط كوندنسر وتخفضه لضغط الايفابوريتور. الايفابوريتور هنا بيعمل على امتصاص الحراره فبيعمل على غليان مركب تبريد فبحوله من ليكويد لفيبر ويدخل للضغط مره اخرى عشان اقدر ارجعه تاني ليكويد للايفابوريتور. التبريد كله بيحصل هنا. انا كل اللي يهمني ان انا اخد مركب التبريد ارجعه تاني سائل. فعشان كده حطيت الكمبريسور والكوندنسر، اضغط واكثف واخفض الضغط وادخل على الايفابوريتور فتحصل عمليه التبريد. عندنا زي ما احنا شايفين الكمبريسور للكوندنسر الاكسبانشن فالف الايفابوريتور. ماء التبريد زي ما قلت وشرحتها قبل كده حالته ليكويد فيبور، يبقى هنتكلم ايفابوريتور وكوندنسر، الصفه بتاعته درجه حراره وضغط، يبقى انا بتكلم على كومبريسور واكسبانشن فالف. طبعا بيطلع مركب التبريد بضغط عالي ودرجه حراره عاليه للكوندنسر، الكوندنسر برضه بيبقى لسه هاي بريشر ودرجه الحراره بتقل شويه بس بيتحول لسائل. الاكسبانشن فالف بيعمل على خفض ضغط مركب التبريد من الضغط العالي لضغط منخفض، درجة الحرارة لسه لو تمبريتشر. بعد كده أخش على الإيفابوريتور لو بريشر لو تمبريتشر، طبعا هنا فيبر ده خط هنا بيقول لي هنا منطقة الضغط العالي وهنا منطقة الضغط المنخفض. تصنيف الضوابط، وخدنا الموضوع ده مهم جدا، اصنفه من حيث اتصال الجزء الكهربي بالجزء الميكانيكي. وقلنا اتصال الجزء الكهربي بالجزء الميكانيكي عندي لما ضاغط مفتوح نصف محكم ضاغط محكم الغلق، او اصنف الضوابط من حيث وفقا لذات الضغط اللي عندي موجبه الازاحه وديناميكيه. موجبه الازاحه بتتقسم لاثنين، ضوابط تردديه ريسبروكيتنج كومبريسور والضوابط الدورانيه اللي هو الروتري. الروتري ده في منه ثلاثة، لما روتري لما سكرول ولما سكرول واما سكرول. اما بالنسبة للضغط الديناميكية هو الضغط الطاردة المركزية. زي ما احنا شايفين الثلاث ضغوط اللي احنا اتكلمنا عليهم. وعندي هنا بقى بتكلم اهو ريسبريكيتنج كومبريسور، الضغوط ديت بتبقى موجودة لحد 200 طن تبريد. ضغط الروتري من 70 ل 400 طن تبريد، السكرول 70 ل 400 طن تبريد،
اللي عند السكرو من 70 ل 400 طن تبريد، وعند السنترفوج الكمبرسور مفتوح بقى عندك لحد 6000 طن تبريد. نيجي نتكلم بقى على الكوندنسر. عندي بيتقسم حاجتين، لاما تبريد هواء اير كول، لاما ووتر كول. خلي بالنا اتكلمنا في الموضوع دوت واتكلمنا على التشيلر، والكلام ده كان مبني على التشيلر. عندي كان اير كول تشيلر ووتر كول تشيلر، كان مبني على تبريد الكوندنسر، ابرده بالهواء ولا برده بالميه. بص كده عندنا كوندنسر اللي هو تبريد هواء، في هواء طبيعي وهواء جبري، واحنا عارفين الكلام ده، وهواء يعني كلام بسيط جدا مكثف تبريد الميه زي ما انا شايف. بدخل عندي هنا مركب التبريد من فوق في صوره غاز، طبعا بيكثف بيتحول لسائل بسحبه من اسفل. طب ايه هي الدخل ده؟ بدخل ميه وهنا خارج الميه. طبعا انا هشرح الكلام ده كله من جوه في ايه بقى المحاضرات اللي جايه ان شاء الله، لما نيجي نشتغل على الشيلد ووتر سيستم والتشيلر نفسه، هنتكلم ليه اتعمل الحاجات ديت وليه الخطوه اللي موجوده دي. بدخل من تحت وبطلع من فوق، كل ده ليه اسبابه. نكمل نبص مع بعض. لو انا دوت التشيلر ودوها عندي هنا الكوندنسر، باخد الميه البارده من الكولينج تاور، ابرد بيه الكوندنسر واطلع الميه. طبعا لما ابرد بيها الميه ديت هتسخن هتطلع تاني، ابردها والكلام ده. وفي طبعا هنتكلم على الكولينج تاور، ليه برضو شغل كتير جدا هنتكلم عليه، مهم مهم جدا. بعد كده الاكسبانشن فالف عندي منه انواع كتيره، واتكلمنا في الموضوع دوت المحاضره اللي فاتت واللي قبلها. انبوبه شعريه، اسمنت مادي يدوي، حراري، الكتروني، ودي الاشكال بتاعته الموجوده. هسيب لك الكلام دوت في ملف البي دي اف اما لو عايز تقراه. نيجي بقى الايفابوريتور، وده موضوع عندي مهم جدا اللي هو مبني عندي في شغل التشيلر. بقدر اقول انواع كثيره ومختلفه، ولكن تنقسم الى فئتين. ايه هما الفئتين بقى؟ عندي هنا ايفابوريتور اير كولد، وعندي هنا ووتر كولد. طبعا زي ما احنا شايفين في اجهزه الدي اكس، عندي بستخدم الاير كولد ايفابوريتور، لنا مواسير بارده وهنا فان، بدفع الهواء او بسحب الهواء يخليه يمر على المواسير البارده فبيبرد الهواء فبطلعه، ده اللي بيحصل. اما هنا بقى في الووتر كولد ايفابوريتور، بدخل مركب التبريد ويخرج مركب التبريد. ايه اللي بيحصل هنا؟ بدخل الميه في اتجاه عكسي، بيحصل تبادل حراري فبتبرد الايه؟ الميه. باخد الميه دي وبمررها في مواسير تمر بقى في كل غرفه في الاي اتش يو اير هاند يونت او فان كول يونت على حسب الانظمه اللي احنا والكلام ده هنشتغل عليه بعد كده. المهم هنا بردت الهواء، هنا انا بردت الميه، باخد الميه بتبتدي بقى ايه المشوار بتاعي من جديد. هعمل ايه؟ انا بردت الميه، باخد الميه وبتجه بيها بقى في كل غرفه او ادخلها في وحده الاي اتش يو وبرد هواء وادخله الغرف اللي انا عايزها. طبعا ده نظام وده نظام، يعني شغل تاني خالص هنتكلم عليه بعدين. فعشان كده احنا مش هنتكلم في الموضوع ده تاني، يعني احنا بندي الاساسيات دي عشان لما نيجي نشتغل ما تقولش هو ده حصل ليه. عندي هنا الموضوع ده او السلايد ده مهم جدا، ووتر كولينج ايفابوريتور. عندي نوعين، يعني تبريد الميه، تبريد الميه في الايفابوريتور في منه نوعين مهمين جدا. في واحد يقول لك ايه الايفابوريتور ده من نوع دراي تايب ايفابوريتور، انت بقى تقعد تبص يعني ايه دراي تايب ايفابوريتور. يجي واحد تاني يقول لك لا ده فلودد، ده فلودد تايب ايفابوريتور، وانا ولا فاهم دي ولا فاهم ديت، ايه النوع ده وايه النوع ده؟ هو الاثنين واحد، الاثنين بيبردوا ميه بس من جوه الحركه هنا مختلفه عن ده، ده سيستم وده سيستم تاني، يعني جوه الايفابوريتور سيستم. نبص كده مع بعض ناخد يعني ايه دراي تايب ايفابوريتور. عندي هنا غلاف وملف، عندي هنا مجموعه انابيب، بدخل مركب التبريد زي ما انت شايف كده من تحت، بدخل مركب التبريد فين؟ في الانابيب دي، في المواسير دي، في التيوب ديت،
وبخرج مركب التبريد من هنا. طيب بعدين هنا بدخل ميه سريان عكسي مع مركب التبريد، فيحصل تبادل حراري فبتبرد الميه. مركب التبريد هنا او المواسير ديت محتاجه تاخد حراره من حمل عشان مركب التبريد ده يغلي ويتحول من سائل لبخار، فبياخد الحمل بياخد الحراره دي منين؟ من الميه، فبيبردها. فباخد الميه هنا سخنه بطلعها ميه بارده، ودي فكره عمله. الميه بتمر حوالين المواسير، يعني هي موجوده على السطح الخارجي للمواسير، ده اسمه دراي تايب ايفابوريتور. يعني مركب التبريد بيمر جوه مواسير، اما الميه بتمر حوالين المواسير، ده دراي تايب ايفابوريتور. طب بالنسبه بقى للفلودد او المغمور، ايه نظامه؟ بص يا عم، بدخل مركب التبريد من تحت، خلي بالك من تحت، بدخل في صوره سائل بيتحول لبخار، بمسحبه من فوق بخار على الايه؟ على الكمبريسور. طيب يعني ايه؟ بدخل من تحت وباخده من هنا. ليه بقى سميه بمغمور؟ لان عندي هنا مواسير، دي اللي بيمشي فيها الميه، وعلى السطح الخارجي بتاع المواسير مركب التبريد. يعني المواسير دي مغموره، مغموره في مركب التبريد. مركب التبريد هو اللي في قلب الغلاف كله، بدخله هنا، ده في دي الغلاف ده مفتوح كله على بعض، وموجود جوه مجموعه مواسير، مجموعه مواسير في دايره مقفوله، فبيحصل تبادل حراري بين السطح الخارجي للمواسير اللي هو في مركب التبريد وبين مركب التبريد اللي جوه المواسير. ايه اللي بيحصل؟ ومن اسف الميه اللي جوه المواسير، يعني مركب التبريد هو اللي على السطح الخارجي للمواسير دي، والمواسير دي بيمشي فيها ميه. نتيجه التبادل الحراري بيحصل هنا غليان لمركب التبريد. المواسير بيمر بداخلها هنا في الفلودد ميه. يعني الميه داخل المواسير. السطح الخارجي هنا للمواسير دي بيبقى ملاطط او ملامس لمركب التبريد. مركب التبريد بيبقى مغمور في الغلاف ده كله. بيحصل التبادل الحراري، مركب التبريد بياخد الحراره من الميه وبالتالي فبيغلي، وبالتالي عندي هنا الميه بتنخفض درجه حرارتها فباخدها ميه بارده. الاثنين عكس بعض. دي هنا المواسير بيمشي فيها مركب التبريد، لا هنا المواسير بيمشي فيها الميه. اسمه فلودت. الغلاف ده بيبقى مغمور، اسمه فلودت، مغمور بمركب التبريد. فلودت جايه على غمران مركب التبريد هنا في قلب الغلاف ده. مركب التبريد هنا مغمور. خلاص عرفنا الفرق بين الاثنين، الدراي والفلود، الجاف والمغمور. نبص كده على السلايد ده كمان بوضحها لك اهي اكتر. بالنسبه للدراي زي ما قلت، بص كده على الاكسبانشن ده، بدخل هنا مركب التبريد جوه مواسير وباخده هنا من المواسير الثانيه، اخده على الكمبريسور، ده اسمه ايه؟ دراي. ده دراي، بدخل الميه البارده وباخدها من هنا. خلي بالك دوت سريان موازي، وده مش صح. الصح ان انا ادخل الميه في سريان عكسي يحصل تبادل حراري اكتر. الكلام ده اتعمل فيه رسائل واتعمل فيه تجارب واتعمل فيه نتائج، وطلع ان السريان العكسي افضل طبعا بكتير من السريان الموازي. نبص بقى على الفلودت. احنا خدنا الدراي وعرفنا اللي بيمشي جوه المواسير هو مركب التبريد، اما في الفلودت هنا اللي بيمشي جوه المواسير ميه، بدخل ميه في المواسير وبخرجها ميه. اما الغلاف ده بيبقى مغمور بمركب التبريد، بدخل مركب التبريد من تحت وباخده من فوق. مركب التبريد هو اللي بيبقى محيط بسطح المواسير، هو بيبقى ملامس لسطح المواسير عشان يحصل تبادل حراري، يغلي مركب التبريد وينسحب الحراره من الميه فتبرد الميه واخدها ميه بارده. نظريه التبخير. طبعا لما يكون مدرس مثلا وعايز يشرح للطلبه يعني ايه يا جماعه تبخير، مثال موجود وفي قلب كل ورشه، اسطوانه الفريون. بص معايا، لو انت جبت للطالب
وفتحت صوانة الفرن في الوضع اللي هي العادي الوضع الطبيعي هيطلع منه بخار. حط ايدك قدامه مفيش اي حاجة، درجة حرارة عادية جدا. لما طلع بخار درجة حرارة عادية، هي نفس الاسطوانة، تعالى اقلبها ايه اللي هيحصل؟ تقدر تحط ايدك قدامها؟ لا. ازاي بقى؟ ايه الفرق؟ عندي هنا ده الفرق بقى، لما يطلع او يخش صمام التمدد بخار ولا يخش له سائل. شوف بقى النظرية هنا طبعا لما قلبت الاسطوانة سائل مركب التبريد هو اللي بقى تحت، لما يجي يطلع من الاسطوانة جاي من منطقة ضغط عالي اللي هو جوه الاسطوانة، الاسطوانة دي اللي انت رميتها من ثالث دور ورابع دور ونزلت ممكن تنفجر، الضغط اللي جوه ضغط عالي. مركب التبريد داخل جاي من الاسطوانة بضغط عالي، ولما جيت فتحت طلعته في ايه؟ في ضغط منخفض ودرجة حرارة عالية. ايه اللي حصل؟ حصل غليان لمركب التبريد في ثانية. أول ما طلعت ليه طلع لك سائل مرزز لحد ما يتبخر، حط إيدك قدامه ما تقدرش. درجة حرارة منخفضة جدا على حسب نوعية مركب التبريد، زي ما احنا جينا اتكلمنا كل مركب تبريد ليه درجة غليان عند الضغط الجوي، وهاخدنا الفرق في الكلام دوت في سلايد قبل كده. تمام. هو بقى دوت لو أنا عايز أشرحها لطالب، عايز أشرحها لحد، يعني إيه تبخير؟ الفرق لما اطلع غاز ولما اطلع سائل. عشان كده كفاءه الدايره بيتم بناء على التكثيف. انا كثفت فحولت مركب تبريد من بخار لسائل. لو التكثيف بتاعي تعبان، التكثيف بتاعي تعبان وانتقال الحراره تعبان، التكثيف مش هيتم كامل، مش هيتم بنسبه 100%، هيبقى عندي نسبه من البخار ما اتكثفتش. يبقى اللي هيجي يدخل اداه الانتشار هيخش سائل وبخار. التبريد هيجي منين؟ من نسبه السائل اللي هتتبخر. لو السائل 100% هيبقى عندي التبريد اللي هحصل عليه تبريد 100%. طب لو السائل 80% وبخار 80% هحصل على تبريد بنسبة 80%، النسبة السائل اللي موجودة اللي هي دي اللي هتتبخر ودي اللي انا هاخد منها التبريد. كلام كويس. احنا كده فهمنا يعني ايه تبخير. اديك نظرية تانية حاجة بسيطة جدا. لو احنا جبنا مثال وموجود عند الناس زمان، الكلام ده كان موجود في الشوارع وموجود في الارياف، زي اللي انت شايفه ده اللي هو من اواني الفخاريه بيبرد الميه. يا عم هو جواه حاجه عشان يبرد، يعني هو جواه دايره ميكانيكيه مثلا، هو جواه ايه؟ مش جواه اي حاجه، معتمد على التبخير. ازاي بقى التبخير؟ عندي هنا ده فخار. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هنا في مسامات في الفخار ده بيسمح بتسرب الميه اللي موجوده من جوه لبره. الميه دي لما تبقى موجوده على السطح هتتبخر، لما تتبخر هيحصل انخفاض في درجة حرارة السطح، وبالتالي هتخفض من درجة الحرارة، وبالتالي هتنتقل للمية اللي موجودة جوه فهتنخفض درجة حرارة المية. موضوع بسيط جدا معتمد على التبخير. كان حاجة بيتكلموا فيها زمان يقول لك ايه دي بتسرب مية، يا عم جيب جبس واسمنت وحطها على القلة ديت او على الزر ده عشان ما تسربش. الكلام ده غلط. كل ما هي بتسرب كل ما كان ده افضل، دي مش مخرومة. ده نظرية التبخير معتمدة على كده، معتمدة على اللي أنا تتسرب المية تتبخر، لما تتسرب تتبخر فيبرد السطح. زي أنت ما تجيب مثلا في مثلا برفان وبترش على إيدك، وأنت بترش سائل بيطلع لك هنا برصاص بيتحول على إيدك فبيتبخر، تيجي تبص إيدك كده تحس ببرودة، هو ده التبخير. عشان كده استخدمنا مركب التبريد واعتمدنا في نظرية الدائرة التبريد والتكييف على عملية التبخير. كده كده قربنا نخلص. احنا بنتكلم بقى على التحولات المستخدمة او الشائعة عندنا، اللي هو عندي قدرات الكهربية لواحد حصان. خلي بالك هنا ايه، انا كاتب لك حراري وكهربي، انا بتكلم في حصان واط، انا بتكلم في حاجة كهربية. الواحد حصان تقريبا 750 واط. عند الواحد كيلو واط في 1.34 هورس باور، 1.34 حصان. ده لو انا كومبريسور عندي او كوندنسر، انا اسف، ضاغط كومبريسور ومكتوب عليه مثلا 1 كيلو واط. ابقى انا عارف ال 1 كيلو واط دي 1.34 هورس باور. تمام. مكتوب عندي مثلا 1 هورس باور، ابقى انا عارف ان ده لو انا عايزه بالواط 750 واط. انا بتكلم هنا كهربيا. تمام. طيب نيجي نبص مع بعض. الواحد طن تبريد انا بتكلم بقى حراري،
الواحد طن تبريد بيساوي 3.5 كيلو وات حراري. ما تجيش انت بقى وتحول لي من 3 يعني الساسكا بقى مع بعض، هتقولي ايه الله، ما انا عندي الواحد كيلو وات مساوي 1.34. الله، طب انا كده طب ما احول من الكيلو وات للحصان. لا، مفيش تحويله بالكلام ده خالص، مفيش الكلام ده. الكلام ده لما كان بيجي يقول لك التكييف دوت 1 طن تبريد يعني 1.5 حصان او 12000 بي تي يو يعني 1.5 حصان، ده معناه يا جماعه معناه ان القدره الحراريه بتاعتي 12000 بي تي يو، ولكن سحبه للكهرباء 1.5 حصان. ده الفرق بين الاثنين معايا، فرق بين الايه الاثنين، عشان ما ندخلش ده في ده، ده كهربي وده حراري. بس تقريبا انا بقول لك بقى اهو، هجيب لك بقى الحاجات التقريبيه اللي احنا بنقولها. يعني ايه؟ انا اشتغلت في دايره تكييف او دايره تبريد، والله بيطلع لي 1 طن تبريدي، بس القدره المستهلكه بتاعته كهربيا 1.5 حصان. كده صح. معظم الدواير الواحد طن تبريدي بيستهلك كهرباء 1.5 حصان، وبجيب له كومبريسور 1.5 حصان تقريبي. انا بقول يا جماعه تقريبي، مش قاعده علميه احنا بنمشي عليها، تمام؟ وطبعا احنا في حاجه اسمها سي او بي، معامل الاداء، هنيجي بعد كده هنيجي بنجيب السي او بي الوحدات، هنلاقي في وحدات بتستهلك كهرباء اقل، بتديني قدره حراريه اعلى وكهرباء اقل. لو انت جيت استخدمت المعادله ديت لا، هتبقى غلط. عشان كده بنقول الحاجات دي تقريبيا. احنا والله احنا اشتغلنا في وحده كانت 1 طن تبريدي، اديتنا 1.5 حصان. اه ماشي ماشي يا عم، كلامك شكرا. او الواحد طن تبريدي بيديني ايه؟ 1.1 كيلو وات. تمام تمام جدا. عندي بقى لو انت عايز الواحد كيلو وات وتحوله لبي تي يو، الواحد كيلو وات فيه 3412 بي تي يو لكل ايه ساعه. وعندي هنا الواحد هورس باور، واحد حصان فيه 2544 بي تي يو. خلي بالك هيجي واحد يقول لي ايه يا عم، لا احنا عارفين يا عم، انت هتلخبطنا ليه؟ احنا عارفين الواحد حصان 8000 بي تي يو، انت فاهمني؟ احنا كده دخلنا اللي كله في بعضه، دي واحده ودي واحده معايا. نيجي بقى احنا هنا لو بنتكلم حراري يا جماعه، عندي طبعا في الضغوط عندي تحويلات مفروض ما بقى انا عندي خلفيه بيها او عندي داتا بيها، لو حبيت انستها يبقى ليا مرجع ليها، خصوصا لما بتكلم على ميجا باسكال والباسكال. طبعا ميجا باسكال للباسكال 10 اس 6 سهله، وميجا باسكال للكيلو باسكال 10 اس 3 سهله برضه مفيش مشكله. الكيلو باسكال في 1000 باسكال برضه سهله، دي بتيجي من دي. الواحد ميجا باسكال في 10 بار. طبعا الوحده ديت بتنفعني جدا زي ما اتكلمنا قبل كده في خرائط البي اتش دياجرام، بيبقى عندي الضغط عندي لما بالميجا باسكال لما بالبار. والله لو لقيته بالبار وانت عايز تشتغل بالميجا باسكال فانت عندك الايه التحويله، الواحد ميجا باسكال بيساوي 10 بار. يعني لو موجود على الخريطه واحد ميجا باسكال ممكن تشيلها وتكتب مكانها 10 بار. عندي الواحد بار في 100 كيلو باسكال، الوحده انا اللي كتب البي تي يو ماشي، بريتش ثيرمال يونت ماشي، احنا اتكلمنا فيها الحلقه اللي فاتت على فكره، او ان شاء الله المحاضره اللي فاتت او اللي قبلها، كنا اتكلمنا على البي تي يو وقلنا ثيرمال وبريتش ثيرمال يونت او وحده حراريه بريطانيه. الواحد بار 14.5 بي اس اي، البي اس اي الواحد بيساوي 6.89 كيلو باسكال. كتير منكم ما يحفظش الكلام دوت، بس بيبقى عندك مرجع ليها لو انت عايز ايه ترجع لها. غير كده انا عندي ملف اكسل بيبقى فيه معظم التحويلات ديت، لو انت عايز تحط بالميجا باسكال ويجيب لك بقيه التحويلات برضه هبعرضه عليكم واوريها لكم. وبالنسبه للتحويلات الكهربيه والحراريه برضه نفس الكلام، هوضح لكم الصوره فيها. وبعد كده درجات الحراره، انا بشتغل كلفن، بشتغل مئوي، بشتغل فارنهايت، ببقى عارف الفرق بين الايه حاجه دي وبعضها. لو انا عايز بالكلفن، الكلفن بيساوي درجه الحراره المئويه زائد 273، والعكس صحيح لو انا عايزها بالمئوي. وبالفهرنهايت لو انا بتكلمه مديني مئوي بقول هنا بضربها في 1.8 واللي بيطلع مجموع عليه 32. بعد كده المصطلحات الموجوده في التبريد والتكييف دي بعض المصطلحات هسيبها لك انت بقى ايه تقعد تقرا فيها وخليها معاك احتجتها.
وكده اكون انا خلصت البرزنتيشن. انا عايز بقى فتره الاسئله ما نخلص بسرعه عشان عندي ميتنج المفروض اللي هو بعد بالكتير ربع ساعه برضو هيبقى لايف ومحتاج لنا اكون موجود فيه ان شاء الله. ما بصوا يا جماعه المحاضره ديت انا اتكلمت فيها ونوهت عنها المحاضره اللي فاتت هتفتح لنا لشغل كتير قوي، هتفتح لنا نظم كتير. يعني لما كان اجي اتكلم على نظم مثلا الفي ار في نيجي نتكلم عليه في محاضره، خلاص ما نديت انا اديت الكلام دوت في محاضره، قلت مثلا نظام الفي ار في تقريبا بيبقى كذا، فانت عندك خلفيه بيه، انت فاهمني؟ بتكلم على وحده داخليه وواحده خارجيه، انت عندك خلفيه بيها. بتكلم على الفرق بين النظم ديت، نظم كتير. وفي حاجه عندنا اسمها سي اي في والفي اي في. الله، ايه النظم ده؟ قبل ما ابدا اشتغل فيها فلازم يكون احنا عندنا اساسيات. فاحنا دلوقتي في المحاضره اللي احنا معانا ديت وملف البي دي اف اللي معاك ده، فانت خدت الاساسيات وعرفت تفرق بين الانظمه، وعرفت تفرق بين الانظمه وبعدها، عندك نظم كتير، ده بيقع تحت ايه وده بيقع تحت ايه. تفهمني؟ لو اكتسبت النهارده معلومه حتى لو كانت صغيره فدي افاده لينا كبيره جدا اللي انت استفدتها. لا عشان لما نيجي نبتدي بقى ان شاء الله في المستوى الثاني من الدوره نقوم احنا نخش بقى في ليميت او في مستوى ليفل اعلى من اللي احنا كنا فيه. نكون الناس على درايه بالكلام ده. في انظمه كتير يا جماعه، طبعا الكلام ده عمره ما يتقال في محاضره ولا اتنين، ما تضحكش عليك، ما تضحكش عليك، احنا كل سيستم هناخده في محاضره، كل سيستم ناخده في محاضره نقعد نتكلم عليه واجيب لك بقى دايره الفريون بتاعته ودايره الهواء بتاعته ونتكلم على الكباست بتاعته، نتكلم نحاول. وخلي بالك احنا معانا ناس في المحاضرات بتحضر شغالين في المجال ده، والله هنستفاد منهم. انا لما بروح كورس واشتغل عليه بقعد كده امسك الاول بتعرف على الناس واشوف الدنيا فيها ايه، انت شغال في ايه وانت شغال في ايه، واعرف قدرات الناس من بعض، وببقى معجب جدا للناس اللي هي شغاله وفنيات عاليه. تعالى يا ابني انا جاي بتكلم في كده، الكلام ده ايه رايك فيه؟ تمام، اشتغل بايديه. فطبعا كده اعلى ناس ممكن تتواصل معاها تكون شغاله بايديها، تكون فاهم هو بيعمل ايه. دي حاجة كويسة جدا، دي حاجة كويسة جدا. بس لما يكون بقى معاه ناحية علمية كمان تقله أكتر، بقى فاهم أنا بعمل كذا وكذا، بس أنا برضو في الوقت الحالي فاهم النظام دوت بيتكلم عن كذا كذا وعارف اللي فيه واللي بيحصل، فأنا بحترم جدا اللي شغال بإيديه. دي حاجة بتزودنا. واحتمال أنا عندي في عندي كورسين، عندي دورتين هتبقى موجوده في اسيوط ان شاء الله، انا اتكلمنا عليهم واتفقنا عليهم، فانا هيبقى في اسبوعين صعب لان انا هبقى موجود فيهم، اللي هو الكورس ان شاء الله انا من الزقازيق او انا من الشرقيه وعندي الكورس دوت في اسيوط، فهيبقى فتره طويله جدا انا هشتغل فيها، واشتغل فيها على بعض انظمه مع ناس، هو كورسين ورا بعض 6 ايام و6 ايام، فانا في عندي اسبوعين مش هبقى موجود معاكم فيهم. هنتفق مع بعض على الميعاد الجديد واكون محضر لكم ان شاء الله شغل جديد، بس هيبقى شغل اعلى من اللي احنا كنا فيه. خلاص بقى احنا اتنقلنا لمستوى تاني غير المستوى دوت. واتمنى اي اسئله حاول تتواصل معايا عن طريق الشات او ابعت لي واتس او ابعت لي على الفيس بتاعي نتكلم، ابعت لي من الاسئله ديت بيطلع منها شغل كتير جدا، بنا بستخسره لنا اقوله لواحد بس، ببقى انا حابب لنا اقوله لناس كتير، زي ما واحد يستفاد كتير يستفاد، وممكن يسالني سؤال انا ما اعرفوش وابقى مش على درايه بيه ويجبرني ان انا ابحث عنه واعمل سيرش عنه واعمل منه داتا كويسه جدا. وزي ما واحد كان ليه الفضل ان هو يخليني ابحث عنه ببقى مستخسر الحاجه ديت اللي هي تروح كده محدش يعرفها. زي ما انا قعدت ابحث عنها انا هسهلها لك يا عم وهديها لك. نخلينا في المحاضره ونقعد نتكلم، فانا بحب الاسئله جدا. انا اسف في ناس كتير بتكلمني وما اقدرش ارد عليها لو الاسئله كترت او انا وقت ما سمحش، برضو انا بعتذر، بس لما بلاقي سؤال يشدني لا انا وما اعرفوش ده اللي يشدني اكتر.
لو سؤال ما اعرفوش الموضوع ده بيشدني اكتر، بيخليني اعمل سيرش عنه وبحاول اجيب افضل داتا ليه، بحاول اعوض اللي مش عندي، بحاول اعوضه لكم انتوا الاخرين. معلومه انا ما اعرفهاش، لا انا اعرفها واديها لناس كتير، نقعد مع بعض وناخد المعلومه دي. فاتمنى الاسئله تبقى تقيله عشان تشوقنا للشغل وتحمسنا للشغل وتزود الليفل بتاعنا، بدل ما احنا شغالين على ليفل واحد واثنين وثلاثه نطلع بقى اربعه وخمسه وسته ونعلى. تمام يا دكتور، انا ان شاء الله هبعت للناس رقم الواتس الخاص بحضرتك ولينك الحضور انا نزلته دلوقتي. خلاص ماشي، نجمع الاسئله كلها وممكن نبقى نعمل حلقه ان شاء الله خاصه بتجميع الاسئله اللي احنا نسال فيها. ماشي يا جماعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده، وان شاء الله هننظم مع الشركه ونشوف ان شاء الله هنبتدي امتى تاني. ماشي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.